حرصهم الدائم على هذا المخيم، لو ما حرصهم ما أتوا إلى هون، ولو ما إحنا حرصنا كمان الناس والتقينا في هذه القاعة. بداية الأمر أنا بدي أحكي، معلش أنا رئيس اللجنة الأمنية لأجل جميع القوى الموجودة هون، القصار الوزير والسرية التحالف وأنصار الله، مش بس هيك، بس أنا كمان بمثل حركة فتح هو قائد الأمن الوطني في لبنان. إحنا بداية الأمر يعني كنا حريصين كل الحرص على أن لا تحدث أي مشكلة في هذا المخيم، مين ما كان يكون من أي طرف كان. وأنا إذا بدي أحكي بدي أجيب بالنسبة لأخونا طلال الله يرحمه العقيد طلال ومرافقه، بس قتلوا بدم بارد، اتجهوا القتلة إلى حطين واتخفوا بارد. فتح لا تفتح هلا، يمكن في ناس كتير قالت هلا بما يمثل أخونا طلال بدها تقوم لخيار المخيمات. ضبطنا الوضع جميعا جميع المناطق في مخيم عين الحلول، ولكن القتلة اتجهوا من مكان لمكان لأنه في بيئة حاضنة لهم في هذا المخيم، إن كان بحطين إن كان بأي مكان. أنا بدي أحكي كمان إنه بس صارت المشكلة بالمخبز، أجوا جميع القوى من جميع الأطراف بالمخيم يهاجموا منطقة البركسات من حطين من الطيرين أجوا ويدافعوا ويهاجموا منطقة البركسات لأن الموجودين غاد بيت المقدسي كان بالطيطبة وبالطير بعطرة احنا دائما كنا اي مشكلة تصير بالمخيم نحصرها بمكان معين، كانت تصير بالسوق نقول لا خليها بالسوق ونجنسنا احنا جميع القوى الموجودة حتى حلها بهذا منطقة السوق، لا كنا لا بطيطبة ولا بصبصاف ولا بمنطقة التعمير ولا اي مشكلة كانت تحصل طلقة ما كانت تحصل. ولكن انا بتذكر يعني انه حكيت مع اخوي ابو شريف هاي شيخنا وكبيرنا، قلت له يا شيخ عم بدخلوا على المدارس ما بدنا معركه بيننا وبين الطوارئ، قال لي 5 دقائق تنحل الموضوع. بالفعل مش 5 دقائق، ما نحنش نحكي تليفون الا القذائف على منطقه البركسات. يعني احنا بدنا نقول هل احنا ضلنا ندفع شهداء وقتلاء وهؤلاء ونشيع جنازات؟ ما بنقبل. هل يهاجموا البركسات؟ ثاني اجتماع بالسفارة كانت جميع القوى الموجودة واتفقنا على قيام الدشم وسحب المسلحين، وأنا أصدرت أوامر لجميع الأخوة الموجودة بالفعل هدوا الدشم، وكان الساعة 9 عم بخططوا لهجوم حاملين رايات يهاجموا منطقة البركسات. بالفعل استشهد النقيب الملقب بجيجل معروف يعني 4 جرحى. لماذا هذا العمل؟ هل احنا نظرنا مكتوفين الايدي ونقول احنا ام الصبي واحنا ام الولد؟ لا، بس ندافع عن نفسنا. احنا نأسف لأهلنا وشعبنا في مخيم عين الحلوة بما حصل، نأسف لبناتنا ونساءنا وأطفالنا وشيوخنا ورجالنا اللي ناموا تحت الشوارع وبالمساجد. احنا ما بنقبل انه حركة فتح انه هؤلاء اهلنا يناموا بالشوارع وبالمساجد. احنا عضينا على الجروح كثير يا اخوان، عضينا على الجروح. جميل زيدان، بدي اسأل جميل زيدان وين استشهد؟ جميل زيدان كان متهم عقيد عنا لأنه بحل المشاكل، بروح بلال بدر وبروح الدفلان وبروح علان،
قتل بالسيارة. مين جميل زيدان بحياته ما أذى نملة؟ وليد ياسين. يعني كثير أشياء يا أخي. الشيخ أرسال هذا شارع الموت، يعني الناس مسمينه شارع الموت، مش حدا بيمون على فوق عليهم. ناس قتلة مجرمين ما حدا بيمون عليهم. ما تقولوا لي انه احنا بنموت، بس انا مثل اخونا اللي حكى من لجنة لوبيا انه حافظ على مناطقهم طردوا. لا، الشيخ جمال محق انه اهالي الاحياء اذا بيقفوا بموقف واحد مع جميع القوى الموجودة بمنعوا اي مسلح، ان كان من فتح او غير فتح او من اي تنظيم ان كان. لا، الكو دور كبير انتو. كيف مخيم فيه 100,000 نسمة مش مسموح انه واحد يقتل ويروح يتخبى مكان تاني؟ كيف هالقصة؟ احنا على كل حال باسم حركة فتح، باسم قصر المنظمة التحرير، باسم اللجنة الأمنية العليا، باسم القوة الأمنية، نأسف لما حصل لأهلنا وشعبنا في هذا المخيم من تشريد ودمار وقتل. نتمنى أن تكون بإذن الله آخر معركة، يعيش شعبنا وأهلنا في أمان واستقرار، أطفالنا ونسائنا وجاي علينا مدارس وإن شاء الله خير. والسلام عليكم ورحمة الله.